بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، أحييكن الغاليات بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي أوقاتكم يا رب بكل خير وسعادة. وعذرا ربما البعض مرتبط، لكنه من المحزن أن يكون المكان ممتلئ ثم إذا جاء مجلس ذكر شردنا. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح جاء في البخاري. نقطع الصوت جماعة الصوت إذا ممكن. فين الجماعة؟ الصوت كأنه حد خفض الصوت. صوت ما في؟ لا في، بس كأنه أيوه. طيب، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق. طرق ليس معناته الطرق بمعنى الشوارع، ولكن الطرق يقصد بها الأماكن. يطوفون يلتمسون أهل الذكر، تمام؟ فإذا وجدوا قوما يذكرون، إذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجاتكم. حاجاتكم، أنا ما أعرف الصوت هذا يروح ويجي. جماعة التنسيق بس تشوفوا مشكلة المايك، لأنه كل شوية الصوت يختفي ويرجع، مرة رجع يتقطع. في مشكلة يمكن في التوصيل الفترة الأخيرة على حظي. اي واضح، بس بعدين تلاقيه فجأة انقطع. إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر. فإيش يشوفوا؟ إذا شافوا قوم، وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا وقالوا: هلموا إلى حاجاتكم. يعني إذا إلكم حاجة هلموا بحاجاتكم. أكيد كل واحد جالس هنا في المجلس له بينه وبين الله تعالى حاجة، إلا ما يكون بينه وبين الله تعالى شيئا يريده من الله تعالى، فيأخذون هذه الحاجات إلى السماء، إلى الله تعالى، يرسلون حاجاتكم إلى السماء. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم. إيه؟ ما يقول عبادي؟ جالسين، ماذا يقولون؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويثنون عليك ومجدونك. فيسألهم وهو أعلم منهم: هل رأوني؟ فيقول الملائكة، يرد: لا والله ما رأوك. فيقول الله تعالى: فكيف لو رأوني؟ هذا لمن؟ اللي جالسين في مجالس الذكر. وبعطيكم حديث آخر عن ثلاثة أنواع من البشر. طيب، قال: يقولون لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة. يعني لو كانوا رأوا، لو كنا نرى الله تعالى لكنا أشد له عبادة وتمجيدا وإيش وتحميدا وأكثر له تسبيحا. فيقول: ما يسألوني؟ إيش يطلبون؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: هل رأوها؟ شافوها الجنة؟ إحنا شفناها الجنة؟ لا. فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال الله تعالى: فكيف لو أنهم رأوها؟ الملائكة ترد: لو أنهم رأوها لكانوا أشد حرصا عليها. طيب، وأشد طلبا لها ورغبة بها. قال: فيما يتعوذون؟ من ويش يستجيروا؟ قال: يتعوذون من النار. فالله تعالى يسألهم: وهل رأوها؟ قالوا: لا والله يا رب. فكيف لو رأوها؟ الله تعالى يقول: فيقولون لو رأوها لكانوا أشد فرارا منها وأشد مخافة. فماذا يقول الله؟ فأشهدكم، فأشهدكم أني قد غفرت لهم، أني قد غفرت
لهم: أليس بمحروم من ترك مجلس ذكر؟ ها؟ لو كان يدركنا ذلك، لكن ما يشدنا إلا حاجة دنيوية. ترى يا حبيباتي، الكثير من الناس تعتقد أن العبادة مجرد ممارسات سلوكية وتكاليف صلاة وصيام، وخلصنا، خلصنا التراويح، خلصنا الدعاء، يلا خلصنا اللي علينا، ولا ما خلصنا يلا شيل شنطتك وروح. في نظرهم هكذا العبادة، لكن إن الله تعالى يعلمنا أن العبادة دين محبة، دين محبة، دين الله الإسلام، والإسلام دين محبة. يعني إن لم تكن تحب الله تعالى فلا صلاتك ولا صيامك ولا عمل الخير الذي تفعل ما له قيمة، هباء منثورا. إن لم تكن تحب مجالس الذكر وتحب أماكن يذكر الله تعالى ويكون الله تعالى أحب إليك من ابنك وولدك وزوجك وأكلك وشربك وحاجتك وغايتك، لا صيام ولا قيام ولا غير، ما يملأ مكان ولا ينفع ولا يسوي شيء. وعن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان في مجلس ذكر فمروا ثلاثة، شوفوا مروا ثلاثة على ذلك المجلس، فواحد منهم دخل بين الناس، يعني هم جالسين الصحابة يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد منهم دخل بين الناس عشان ياخذ مكان قريبة، ما يجلس بعيد، بغي قدام، شوفوا كيف، والثاني جلس على جنب، أما الثالث قال ما لي حاجة وطلع. فقال النبي: هل أحدثكم عن الثلاثة؟ أما الأول أوى إلى الله فأواه الله، الأول أوى إلى الله فأواه الله فهو في مأوى الله، يا بخته. أما الثاني استحيا من الله فاستحيا الله منه، أما الثالث ترك الله فتركه الله. وهذه أشياء للأسف، يعني إحنا يعني نعيد ونزيد ونقول أحبتي، إذا تبغى فعلا ترتاح، قد تظن أن هذا الكلام مكرر، قد تظن أن الكلام اللي ينقال مكرر، لكنك لا تعلم، ربما كلمة واحدة تحيي فيك شيئا ميتا وانت جالس مكانك، انت ما تعرف، لا تعلم ولا تدري. والله سبحانه وتعالى هنا، بما أنه إحنا اليوم روح وريحان من آية القرآن، سنأتي بآيات تثبت أنه المؤمن فقط من يحب الله تعالى. وفي عندنا سورة كاملة اسمها سورة الحب، تعرفوها؟ هل تعرفون ما هي سورة الحب في القرآن الكريم؟ نعم، عاد عنده خبر، ما سيرة الحب وحبني وحبك؟ لا لا، سورة الحب أي سورة؟ سورة كاملة؟ لا نور سورة كاملة، نور سورة شو اسمه؟ لا، سورة صغيرة أغلبنا حافظينها، بل أعتقد أنه 99% من المسلمين حافظينها. لا، ما الفاتحة؟ ها؟ لا، مش الإخلاص، سورة الحب. بقولكم إياها، بس شوفوا الله تعالى ماذا يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه. الحب الله تعالى لا يقبل إلا المحبين، ليس له حاجة لا لصلاتك ولا لصيامك ولا لقيامك إن لم يكن ذلك حبا، ما هي حاجة. أيضا الله تعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا ما لهم أشد حبا. بس الذين آمنوا، ما الذي صلوا صاموا قاموا ويوم قالوا لهم مجلس اشتغل بسرعة، نلحق بنطلع بسرعة، عمل واحد وصل البيت
كأنه يطير البيت. سبحان الله، ترى هي في النهاية قلوب، في قلوب معلقة بحب الله تعالى، ما تبت فوت. لو الود ودها تنتقل من مكان إلى مكان فيه ذكر. ويمكن بتلاحظوا الناس الثابتة في المساجد في صلاة التراويح، بتلاحظ أول يوم ما لاقي حتى مكان تخلي رجلها، انتظروا العشر الأواسط تدخل، شوفوا هتلاقي حال عشر وطيات في أماكن، تجيبي وطيات شكلهم أتحصليهم مكان ماشي فراغ. لماذا؟ لأن العبادة ليست حب، لأن العبادة قائمة على ماذا؟ لا يدل علي إلا أنه لي حاجة دنيوية لا أكثر، ما لأنه أنا أحب الله تعالى، لأني ما أبغى هذا التكليف يكتب علي، ها؟ أبغاه يسقط. اسمي صليت، صمت، قمت، يسقط من على أكتافي، فلا أكتب عاصية. لكن ألا نريد أن ندخل في الروح والريحان؟ تعرفوا يعني روح وريحان؟ كلمة روح، يوم نقول إحنا بالعمان راحة وروح، مو يعني راحة. من ما يريد يحس بهذه الراحة؟ أين تجد راحتك؟ سؤال، أين تجد راحتك؟ في البيت ولا في السوق ولا في مجلس ذكر ولا في صلاة ولا في قراءة قرآن؟ أين تجد راحتك؟ انظر إلى قلبك وين يرتاح. هنا الأماكن اللي لو جلس فيها يقول ما أبغى، ما بيخلص، أبغى الوقت يمتد. أنت وقلبك، سأل نفسك هذا السؤال. بس نسأل نفسنا أين أرتاح؟ هل أرتاح في مجلس ذكر ولا أرتاح يوم أشوف المسلسل الفلاني؟ ها؟ هل ترتاح عند المسلسل ولا جمل جمل جمل؟ يتعب، وش اسمه؟ يمشي ولا يتعب؟ حاضرين خلاص، حطونا اياها انتم، ما مقصرين. الله تعالى يقول لنا ويأمرنا رسوله الكريم ان دين الله دين محبه، وهناك سوره كامله لذلك. لا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايضا هذه المحبه ما بس بينك وبين الله ورسوله، محبتك أيضا بينك وبين العباد. فما تحبه لنفسك تحبه لأخيك. الله الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الله تعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني الله سبحانه وتعالى يخبرنا يا أحبتي أن إعراضك عن ذكر الله تعالى يجعلك في حالة ضيق. بالله عليكم، ألا نريد روحا وريحان؟ ألا نريد في هذا الشهر أن نكون من أهل الروح والريحان؟ ترى هذا شهر، شهر إيش يسمى؟ شهر استعداد، ها؟ شهر استعداد، والاستعداد يحتاج إلى استعداد. كان يفترض أن نحن نكون مستعدين شهرين ثلاثة أشهر قبل، ويكتمل الاستعداد في هذا الشهر، لكنه فلنفرض أنه الناس ما تفيقت أو الناس ما تمكنت، فلا تفرط في هذا الشهر ولا في أيامه ولا أوقاته ولا في ساعته. لو فيه خلينا نقول أنه وقت أو حاجة فيها ذكر الله، خلي هذا القلب معلق. ما تساءلتم ما الذي أحتاجه حتى أكون من أهل دين المحبة؟ سؤال، كيف أكون من أهل محبة الله؟ كيف أعيش هذه المحبة مع الله تعالى؟ كيف أدرب قلبي على أن يدخل هذه الدائرة، على أنه إحنا نكون من أهل المحبة؟ في ناس كانت تسأل تقول ما الذي يجعل الإنسان يستفيد من القرآن؟ في ناس دائما تسأل كيف استفيد من القرآن؟ صح، دائما يتكلموا عن القرآن وأهل القرآن وأنهم أهل، يعني دائما حياتهم فيها بركات وفيها توفيق وفيها تيسير. طب كيف وصلوا؟ لن تصل
نعمل به، لكن قبل أن تعمل به أنت ماذا تعمل؟ ها؟ التدبر مو يحتاج. هل كل إنسان متدبر؟ تؤمن فيه؟ كيف يعني أؤمن فيه؟ قربتي تطبيق في الحياة يعني. ها؟ ها؟ قربتي من داخل بالضبط. ليش؟ أنت تعيش ما تؤمن به. باختصار يعني إذا تبغى تشوف في القرآن ترجمان حياتك عيشه، عيشه صح. بمعنى أحبه، حب القرآن. طب كيف أحب القرآن؟ مرة سألتني امرأة تقول يا أخي أنا خاطري أكون مثل هذيل الناس اللي يقولوا إنهم يعشقون القرآن ويحبوا مجالس القرآن، وخاطري أكون في من يحب القرآن. أحبه؟ قالت لي كيف؟ ما الذي يجعلنا نحب شيئا؟ قبل ما تتعلق فيه، كيف تتعلق فيه؟ ايش اللي يخليني؟ الاستمرار في العناية في قراءة القرآن. غير غير الاستمرار، قبل الاستمرار اعرف ما هو القرآن. ايوه اعرف اول شيء ما هو القرآن. وكذلك اذا اردت ان تدخل في دين المحبة اعرف من هو الله. ما انت اصلا قبل ما يعني، انا بسألكم سؤال، احيانا ما تسمعوا عن ناس مثلا تتوفى وبعدين تسمعوا سيرتهم الطيبة، صح؟ وانتوا ما شفتوهم بس تسمعوا الناس تذكرهم بسيرة طيبة، تقول سبحان الله حبيتهم مع اني ما اعرف عنه، يمكن ما قال لي شفته، لكني سبحان الله هنيئا لهذا. كيف يعني الله تعالى جعل للناس انه الناس تحبها بمجرد بس نسمع ايش سيرت؟ عرفت؟ بالله عليكم لو عرفنا الله تعالى نحن ماذا نعرف عن الله؟ بس ايش اللي خلاني احبها؟ ما سيرتها؟ سيرة، نعم. لذلك إذا أردت أن تحب الله اعرف من هو الله. أي اعرف من هو الله عشان تدخل في دين المحبة، اعرف من هو الله. ولكن انتبه لنقطة، اعرف من هو الله عبر إيش؟ عبر ذاتك، عبر ذاتك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. واعرف الله تعالى فيما خلق في السماوات والأرض، وأعرف الله تعالى من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله. يعني ما ينفع تعرف الله تعالى لأنه مثلا شخص خبرك. في فرق بين أن يخبرني شخص عن الله تعالى وبين أن أتفكر فيما خلق الله تعالى. ولذلك الله تعالى قال ما قال روح اسأل فلان عشان تعرفني، وش قال؟ قال وفي أنفسكم، وقال تدبروا، صح؟ قال تفكروا، صح ولا لا؟ هذا التفكر والانشغال بمعرفة من هو الله. لذلك أكثر الناس تعلقا بالله هم أولئك الذين دائما يتساءلون الأسئلة الوجودية، احنا نسميها، اللي هي يسألون من الله؟ ولماذا خلقني الله؟ وأين الله؟ شوفي نحن لما يسأل السؤال لا أسأل، هذا من التعدي على الله تعالى. إذا كان الله تعالى يقول تفكروا عشان توصلوا لي، لأن طريق المحبة هو الطريق الأجمل والأحلى والأعلى. ليش؟ لأنني بعدما أحب الله أتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، صح ولا لا؟ هتبعه، هل بحس بمعاناة؟ هل بحس بألم؟ الآن بسألكم سؤال، ما سمعتم عن ناس برغم مرضها لكن لأن قلبها معلق تجدها لا تفرط في مجلس ولا في صلاة ولا في عبادة ولا في أي شيء برغم أنها تكون مريضة؟ ليش؟ وفي ناس شوية صلاة أو شوية سهر، سهرته قالت شاء الله غفور رحيم، برايو اليوم صلاة الفجر أخرها، صلي تعبانة سهرانة.
لكن ما تعبان عشان التلفون تتابع وسائل التواصل في السرير. قل إيش معنى الله غفور رحيم؟ قومي حال الصلاة تعبانة والله غفور رحيم، الله يعرف إني أنا تعبانة. الفرق بين من يحب الله ويعيش في روح وريحان وبين الذي يعبد الله تكاليف. بعطيكم واحد سيطر عليه جسده والآخر تحكم بجسده، كيف؟ يقول لك الذي يحب الله تعالى ولو هلك الجسد لاستعان بالله فأحيا له الجسد، ما شعر تعب ولا شعر بأذى ويطول في الصلاة، ما عنده مشكلة. هناك بعض المشايخ أسمع عن سيرتهم أنه في بعض منهم حتى عندهم مشاكل في الركبة، في الركب عفوا ايه تفضل. ما سمعتش. أيوة. حتى لما كانت عن طريق النبي يوسف حولت لأطفالها عاد شبابها ورجع لشبابها. هو طبيعي كما مثل ما قلنا محبة الله، محبة الله تعيد لك، لأن الجسد وش؟ الجسد ليس سوى وعاء، وعاء. أنت إما أنه يكون هذا الوعاء سيدا عليك أو أنت تكون السيد. لماذا؟ لأن هذا الوعاء فاني لكن النفس باقية، للعلم النفس خالدة، الجسد هو اللي إيش؟ فاني. فإما أنك تستغل هذا الجسد أو أن هذا الجسد ماله يتملكك ويسيطر عليك. ولذلك الذي يحب الله تعالى لو أصابه ما أصابه قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أما الذي يعبد الله تعالى عبادة التكاليف وعبادة إنه بس خلاص أنا أعبد الله تعالى لأن هذه تكاليف الله تعالى كلف عشان ما أدخل النار، خوفا من النار فقط وليس حبا، فتجد إنه إيش أنا اليوم مريض بنام على الكرسي أو بصلي على الكرسي، أنا اليوم كذا كذا بصلي وأنا جالس. وهو لك يعني كما بعض بحري قل شو ما أنا جالسة تعبانة، لكن السوق عادي مطرح سوق مطرح من أوله لين آخر تلفه، وتقع الصلاة قل جيبوا لي كرسي الصلاة على كرسي عقب ما شاء الله تبارك الرحمن سوق مطرح ما مخط في دكان ما أظن بقية دكان ما دخلتي، صح ولا لا؟ إذن هنا الدين دينه محبة. وفي سورة الحب يقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك إن شانئك، إيش يعني إن شانئك؟ شانئك الذي يبغضك أو الذي يكرهك أو الذي لا يحبك ماله أبتر، إيش أبتر يعني؟ مقطوع يا ربي يعني ما يكفي فصلي لربك والحق؟ لا ما يكفي، لا بد أن تكون هناك إيش محبة موصولة. ولذلك الإيمان أن تحب الله ورسوله. ليش؟ لأن إذا كنت تحب الله تعالى ورسوله سيكون طاعتهما أحب إلى قلبي من أي شيء آخر. لذلك نتفكر في هذه السورة حتى وإحنا نقرأها، يا رب اجعلني ممن أحبك وأقبل إليك حبك، المفروض كذا نقول وندعو ذلك، يا رب دلني إلى كل عمل يقربني إليك وكل عمل تحبه فيجعلني في أهل محبتك. ما مجرد أصلي وأنا أديتها الحمد لله الخمس صليتهم وزيوم صمتهم، لكن القلب وين؟ القلب عن ماذا يبحث؟ مو أسوي فطور اليوم، هذا القلب. لو الإنسان يعيش في محبة الله لعاش الروح والريحان. بالضبط، في رغبة ورهبة، بالضبط ما يكون مجرد إنه الرهبة بس، الرهبة
رهبة، أغلبنا يعيش رهبة لا رغبة، يعني خايفين من النار، خايفين من العقوبة. ولكن هل فعلا إحنا راغبين بهذه العبادة؟ كل يقيس على قلبه ويسأل قلبه هذا السؤال. ولازم نعرف أن الذي يحب الله يدخل أبعاد مختلفة جدا في العبادة، ما مثل الذي يؤدي العبادات. كيف؟ لأن الله تعالى يكون حاضرا في كل تصرفاته، فكان الله بصره الذي يبصر به، وأذنه التي، ورجله التي يمشي بها. هذا الذي يحب، هذا الذي يعيش روح وريحان. من ضمن الأمور العجيبة حقيقة، وحضرت في مجلس علم، واحد يقول إنه كل ما يروح العمل يروح الصحراء، كل ما يروح العمل يشيل معاه الأصداف، تعرفوا الأصداف اللي عند البحر. فصاحبه يقول له عجيب، أنت كل مرة بغيت تروح يشتغل في الصحراء أسبوعين أسبوعين، فكل مرة يروح لازم يشيل من البحر أصداف. فيقول له عجيب، يعني أنت ليش تشيل الأصداف معك؟ قال إنها تذكرني بالله. هذا اللي يتعلق، يبحث عن أشياء دائما ماله توصله إلى الله، تذكره بالله، تجعله موصولا بالله. والسؤال الآن، ما العمل الذي تعمله يجعلك دائما موصول، موصولا بالله؟ لأن الذي يحب الله يكون موصولا به، ما منقطع، ما متوقف. شفتوا كيف؟ ما مدة زمنية ويقول وقفت وأروح، لا، مستمر كل جلسة، كل وقت، كل نفس يحتسبه ماذا؟ لله تعالى. ماذا يقول سيدنا إبراهيم؟ قل إن صلاتي، نسكي، ومحياي، وكل تفاصيل حياتي، كل تفاصيل حياتي، ما بس الممارسات. الحين إيش يقولون؟ إيش يقولون في رمضان تسووا أكثر شيء؟ صلوا، قرأ قرآن واجد، صح؟ اذكروا الله تعالى واجد، جميل. لكن هل قالوا لنا اتبع أثر قلبك؟ هل يقولوا لك فتش شوية قلبك مو العلة اللي فيه؟ هل قالوا لنا ابحث عن حب الله تعالى في قلبك؟ أنا أصوم وأصلي وكل شيء جميل وأكثر، والله إن الناس تكثر حتى إذا انتهى رمضان وقفنا. هذا مو معناه، معناه يعني كل ايام رمضان في ناس مثلا تصوم خمس وخمسين، القران دائما كذا اسكت كاني رمضان كل ايام رمضان. إيه، لانها موصوله، لانها موصوله بالله بالضبط. بس في ناس جاء رمضان كثرت من الاعمال، ما في بس كثري او اكثري وزيدي، لكن المشكله ويش؟ انه تصير المساله مساله عدد، يصير العدد مقدم عن هذا القلب، مع أن الله تعالى يريد لك في رمضان قلبك. ليش؟ لأنه أنت 11 شهر جالس تفسد فساد، فساد يعني تفسد قلبك وأنت لا تدري. فاللي مطلوب منك أصلا في رمضان أنه هذاك القلب، هذه المضغة الموجودة في جسدك، هذه مطلوب منك تصلحها خلال رمضان، ما مطلوب شيء ثاني. ولما نقول أن تحب الله تعالى، أيضا لا بد أن تحب عباده، يعني تحب لهم الخير. فما أكون أنا صايم قايم مدرويش وكل شوي دور فلانة، شوف فلانة، شوف ما أعرف إيش متسوي، بس شغال كذا كأنه يعني مستوي حاكم عليهم، مع أنه المحبة تعني أن أحب لهم الخير وأحزن إن فاتهم الخير. أحب لهم الخير، وإذا الله تعالى أعطاهم، ها مثلا أنا تمنيت بأم صفية الله يعطيش إذا ربيش رزقش خبريني عشان نفرح معها وبعدش تركبيني فيها. مثلا أنا أو صفية تمنت بأم سيارة، ثم بدل ما صفية تحصل عليها أنا حصلت عليها،
إن كانت صفية تحب الله تعالى مدخول الله. جاءت عند واحدة منا الحمد لله بس خلاص انت تركبيني. شوفوا من يحب الخير ما يزعل ما يقول يا الله أنا كنت باغتنها طاحت عنده هي مع أنه أنا كنت أضول وأتعقم أستوى. شوفوا ولذلك إذا كنت ما تتخلص من هذا الغيظ اللي في قلبك فأنت بعدك. يعني في تعقيب على هذه الكلمة هي الرزق أو الرزقة التي تأتي للأستاذة حضرة الأحد. عفوا؟ أمل أمل. نعم. أنا أستاذة لك حبيبتي الشرف لي. الرزقة مثل العشرة. يعني عندما تكتب إلى فلانة. أي. يعني تأتي من آخر الدنيا وتفتح الأبواب المغلقة وتأتي إليك تنصح به بصرك. هذه الرزق أو مثلا الشيء الذي أعطاك إياه رب العالمين فأنا لازم أحبه. بالضبط. لأنه هذا أعطاك الله فرب العالمين يسمعني فالله يسمع ويرى. عندما يراني الله سبحانه وتعالى أنه أنا أحببت لك هذه الرزقة يعني ممكن أنه يعطيني بل يعطيك أضعافه بل أيوة سبحان الله أيوة بالضبط ولها بالمثل أو تدعو لك بالمثل. ليش؟ لأن الله تعالى يبارك أهل المحبة. أنا حبيت شيء معين لكن الله تعالى أعطاه أختا لي فأحببت أن هذا الأمر راح عندها. المشكلة أنه إحنا في زمن نصلي ونصوم بس ما نبغى حد يكون أحسن عنا. نصلي ونصوم بس ما نبغى حد يعني أنا أصلي وأصوم بس أبغى أنا يكون عندي أكبر بيت وأبغى يكون عندي أحسن سيارة وما أبغى حد ينافسني أبغى أشوف نفسي الأحسن. إذن أين المحبة؟ ليش؟ ليش؟ ليش الله تعالى يؤكد علينا المحبة في رأيكم؟ لماذا الله تعالى يعلمنا أن الصلة بينه وبيننا محبة لا تكاليف؟ كيف؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. أي بس فسري لي كيف؟ ليش الله تعالى يقول والذين آمنوا أشد حبا؟ ليش الله تعالى يقول إنه عشان تأخذ من كرمي عليك أن تحبني؟ هو طبعا تفسير جميل تفسير جميل. تفضلي. طبعا هو كلام كلكم كلامكم منطقي بس لما انا احب الله تعالى واتبعه طواعيا هذا يدفعني إلى أن أزهد في كل شيء إلا الله. تعرفوا ايش يعني أزهد؟ يعني يكون الله بس الله غايتي ما مهم عندي الأشياء الثانية. وهذا يعني أن القلب أصبح مخلصا لمن يحب صح ولا لا؟ ألم يكونوا الأنبياء مخلصين لمن؟ لله. بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الموت مو قال له تباع خلدك قال بل الرفيق الأعلى. إيش زاهد مع أنه كان عنده فرصة الأبدية فرصة أن يخلد الجسد لكنه إيش مخلص لله تعالى فماذا يرى رفيقه الأعلى بل الرفيق الأعلى. ليش؟ لأن القلب وين؟ قلب محبة قلب يحب موصول بالله فلا يريد إلا جوار الله كل شيء يزهد فيه. لكن في ناس مدخول لك هل تريد الدنيا ولا الآخرة؟ الآخرة الله غفور رحيم. الآخرة مستقبل الآخرة
مستأخرة، خير خلينا استمتع يا أخي، احنا نعيش مرة واحدة في الدنيا. أيوة عيش عيش، لكن المشكلة الذي يعيش هو الذي يعيش في الآخرة، ما اللي يعيش في الدنيا حقيقة، علينا أن ندركها. ولذلك أهل المحبة يدركون ذلك فيزهدون في كل شيء إلا الله. فلما تحب الله تعالى معناته أنا كل أوامر الله عندي مقدمة، أولوية أولوية، فلا يغرني ولا يضرني، فلا يغرني الدنيا لا تغرني ولا تضرني ذهابها، ما يضرني ولا يخافون لومة لائم. ما فرق عندهم، خاصمهم الناس، عاداهم الناس، ما فرق. لما كان بلال وهو يجلد ويوضع الحجارة، كان عنده إيش؟ المحبة. ولو جيتوا تتفكروا كذا في بداية الدعوة، لما النبي صلى الله عليه وسلم كلف بتبليغ الرسالة أكثر من 8 سنوات، هل كان في تكاليف؟ ها جماعة الخير، لأكثر من 8. بعد الإسراء والمعراج فرضت الصلاة، ومتى كان الإسراء والمعراج؟ قبل الهجرة بسنة، يعني 8 سنوات ما كان في تكاليف. إذا مو كان، كانت العقيدة، العقيدة عقيدة المحبة، كان أول شيء لابد أن ينمو الله تعالى، لابد من أن نتخلص من كل المعتقدات. لماذا؟ لأنه هذا الأساس اللي الحين دخلوا في الإسلام، هم الأساس اللي بيبنيوا. لو كانت الدنيا في عينهم، هل يقدروا يبنيوا أمة؟ هل يستطيعوا أن يخوضوا حروب؟ هل يستطيعوا أن يبلغوا رسالة؟ هل يستطيعوا أن يتحملوا؟ ما راح يتحمل إنسان الصعوبات إذا كان للقلب فيه شركاء، ما راح يتحمل. وكذلك أنت أيها الإنسان لن تتحمل تفاصيل الصيام وفي قلبك 600 شريك. ما شركائك؟ الطعام والشراب ولبس العيد والفطور وما أعرف إيش والخرجات والطلعات، كيف بتستفيد؟ الصيام يحتاج ماله، أن تكون مركز. ولذلك الله تعالى كان يربي الفئة الأولى، الأساس، اللبنة الأساسية كان لازم تكون إيش؟ خالصة كذا، مصفاية، تصفية. فكان لابد من الاشتغال على العقيدة. عشان كذا رمضان فرصة أن تشتغل على أن يكون الله تعالى أحب إليك من الدنيا وما فيها. دور في صلاتك عن محبة الله، دوري في قيامك عن محبة الله، دوري في كل إنفاق تنفقينه عن محبة الله، دوري في كل ركعة تركعينها عن محبة الله، ابحثي في كل ابتسامة تبتسمينها عن محبة الله، ابحثي عن الله في مجالس الذكر وفي كل جلسة. وانت جالسة كذا تعبانة، يمكن بعض منكم عنده قيام ليل يبغى ينام، قولي يا رب أنا جالسة عشانك. شوفي كيف الله تعالى يجعل جسمك يرفرف. لو بس انت قلتي يا رب أنا جالسة رغم التعب بس جالسة عشانك. ما أنا بسألك سؤال، ما أحيانا الناس اللي نحبهم نكون تعبانين بس لأن نحبهم ونسوي، تتكلفي وتجلسي في المطبخ تطبخيهم وتسويهم وتنفخي وعادي على قلبش أحلى من العسل. الأمهات يوم تطبخ حال أولادها تتذمر، صح تتقمقم شوية الأمهات تتقمقم، لكنه ما هي ذيك بمعنى أنه هي كارهة هذا العمل، هي من التعب تشتكي. لكنه لما تشوف أولادها يأكلوا يقول الله ما اليوم الأكلة حلوة، مو هي شعورها، مو تقول ماشي أحلى عنه صح ولا لا؟ ماشي احنا ذاك اليوم، بيقول حتى لا تنام من الفرحة، أن أولادها بس قالوا لها اليوم الأكلة هو نحبها ماريا صراحة تفنانة، بس يسدها ما تبغى شيء. فما بالك إذا كان الله تعالى هو الذي يحبك ويثني عليك لأنك جلست فقط حبا له. فاجعلوا الصيام صيام محبة، واجعلوا القيام قيام محبة، واجعلوا صلاتكم خطواتكم نسككم وتوجهكم محياكم ومماتكم محبة لله تعالى، يقبلكم الله تعالى من أوسع الأبواب، فإن أوسع الأبواب باب محبة الله تعالى. أما الأبواب الثانية ستعطى بقدرها، أحببت الدنيا بتعطى الدنيا ما تخاف، لأن الله تعالى يعطيها لكل راغب فيها، ما إشكال، لأن فضل الله عظيم.
لكن المحبة لا تعطى إلا لخاصة الخاصة. ألا تريد أن تكون من خاصة الخاصة؟ ما باغيين؟ ولا بس يسبنا يعني أن نكون من المؤمنين؟ أن نكون من المؤمنين، لكن مؤمن عن مؤمن. هناك السابقون السابقون، وهناك أولئك مقربون. من تكون؟ من تريد تكون؟ أهل اليمين ولا أهل الشمال؟ أهل الخاصة هذين اللي الله سبحانه وتعالى يعطيهم منازل مرتفعة، وللعلم مقامهم في الدنيا يبدأ حتى يرتقي في الآخرة، يعني يبدأ من الآن. وين تبغى؟ لما أنا أقول لكم في المدرسة، في المدرسة تبغى تكون الأول ولا الأخير؟ سألوا الناس اللي تجيب مراكز أولى إيش شعورهم بالإنجاز، ما تحس؟ والسؤال الآن، هل تغار من واحد جاب بيت كبير ولا من وحدة تقيم الليل؟ هتعرف قلبك من وحدة تقيم الليل ولا من وحدة عندها بيت كبير؟ قلوب معلقة بالله. أنا غار من وحدة تقدم محاضرة وأنا ما أقدم، صراحة واجد غار، واجد غار إنه اليوم عندها فرصة أنها تقدم وأنا ليس لي. سبقتني أن تحفظ القرآن قبل أن أحفظ، سبقتني سابقون، وأنا جالسة حضرتي أعد الركعات وأعد التسبيحات وأعد السجدات، أقول بس صلى الله بارك عليه أفضل الصلاة والسلام. هو الذي يأتي ويأخذ على واجب رب العالمين، بالضبط بالضبط، هو اللي يعمل واجباته، يعني الطالب العادي يعني نعطي وسط او يا بأس، بالضبط، كل حسب. اذا عمل العمل ترى بيجزى، ما انه يعني مطرودين من الجزاء، لا، لان الله تعالى لا يضيع اجر من احسن، ما يضيع الله تعالى اجر احد، ولا يظلم ربك احدا، الله تعالى ما يظلم احد. لكن في فرق بين الذي يسابق وبين اللي ايش، الحمد لله احسن عن غيري، صح؟ في ناس تقول الحمد لله بعدني أنا أصلي وأصوم، غيري والله حتى قيام حتى صلاة التراويح ما يصليها، أنا بعدني أروح المسجد. إنزين، في ناس ما بس تقيم، ما بس تحضر صلاة التراويح، في ناس تصلي صلاة التراويح 4 ركعات تشرد قيام واحد، صح ولا لا؟ وتشرد، وفي ناس تخلص قيامين وتشرد، لكن في ناس تجلس لآخر لحظة بتمتص آخر روح وريحان من مجالس الاتصال بالله، ما تشبع. هذه هي قلوب معلقة بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا محتاجا إلا أعطيته يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، وجازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات صفحا وعفوا وغفرانا. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، واعف عنا إنك أنت العفو الكريم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.